راهب هندوسي يدعو لغزو مكة المكرمة والاستيلاء على الكعبة آثار. केवल अफगानिस्तान तक नहीं हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव का जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता तो धरती की कोई भी ताकत تأثار الراهب الهندوس المتطرف يأتي ساراسواتي غضبا واسعا بين المسلمين بدعوته لغزو مكة المكرمة والاستيلاء على الكعبة المشرفة بزعم أن الكعبة بنيت على أنقاض معبد هندوسي قديم. أظهرت تصريحات ساراسواتي في مقطع فيديو واعتبر أن الاستيلاء على الكعبة بعد احتلال مكة هو الطريق الوحيد لإضعاف الإسلام. وقال اليوم هو الوقت المناسب لتوحيد العالم ضد الإسلام والجهاد الإسلامي علينا كجماعة الهندوس أن نغزو مكة ونستولي على مكة المشرفة وأنا أدعو العالم أجمع لمحاربة الإسلام في عقر داره وزعم ساراسواتي أن الكعبة بنيت مكان معبد هندوسي هناك يسري نهر الإله مهاريف تحت اسم مياه زمزم अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती الجدير بالذكر أن العديد من القضايا تم رفعها ضد هذا الكاهن المتطرف كما تعرض للحبس لكن تم الإفراج عن شريطة ألا يلقي أي خطابات كراهية ومع ذلك لا يزال يتلي بخطابات تحث على الكراهية من جهته استنكر المجلس الأمريكي للإسلام الهندي تصريحات ساراسواتي وقال إن هذا الكاهن المتطرف شيطن الإسلام وأتلى بتصريحات تكفيرية ضد مكة المكرمة والسعودية